بعد الجدل الكبير الذي صاحب امتحانات تقييم المكتسبات لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي والمتعلق بإقصائه من الانتقال للطور المتوسط في حال الغياب، الوزارة الوصية تتحرك وتتراجع عن القرار وتلغي الإقصاء في حال الغياب. هذا القرار تاع إلغاء عدم المشاركة في امتحان اللي يعرض إلى إعادة السنة كان أمر منطقي وعادي جدا، لأنه صحة أبنائنا أولا أولى من كل شيء. ثانيا قلنا لو كان امتحان تاع يوم واحد ممكن يكون أمر عادي، أما امتحان اللي فيه شهر فمن غير المعقول أنك تعرض أي تلميذ تغيب لمدة يوم أو نصف يوم يقصى من إن ولا يعاود سنة. أولياء وأساتذة رحبوا بإلغاء القرار الذي سيعمل على منح التلاميذ أريحية في إجراء هذه الامتحانات، خصوصا وأنه يستمر على مدار شهر كامل وتليها امتحانات الفصل الثالث. هي ما اللي جات من مديرية التربية تاع ولاية غليزان راهي طمأنة الأولياء إن شاء الله، يعني كي يكون برك إن شاء الله تعميم الباقي الولايات والاتحاد أولياء التلاميذ، يعني راه يأمل إن شاء الله أن تكون تعميم لهذه التعليمة اللي نزلت، راح خطر يعني كاين حاجة لازم نأخذها بعين الاعتبار هو ضغوطات النفسية لازم نقصوهم تماما للمرحلة الابتدائية، يعني ما نلقاو حلول كيفاش نديرو تقويمات بلا ما نقصي، وهذاك التلميذ إذا كان في الفترة هذه يعني ما ملحقش ولا غاب لظرف من الظروف. هذا وسبق لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن أكد أن هذه الامتحانات عبارة عن تقييم عادي ولن تشكل ضغط على أي طرف سواء الأساتذة أو التلاميذ.